فجر بهل غصبا عالكل ما رح نمل يا خيتا حتى تطلعي قدام الناس مرفوع الراس بيدك ينداس على بيت الله وأدرعي أنا الأسيرة بيان حسن فرعون من العيزرية من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. تم اعتقالي بتاريخ 11/3/2017 من منزل الوالد. تم الحكم علي 40 شهر. صراحة يعني اعتبرته حكم عالي، حكم شوي يعني حكم جائر. أسرك ما يهون، شعبك ما يخون. ظروف التحقيق كانت صعبة أكيد، يعني ظروف سواء الزنزانة أو ظروف التحقيق نفسه، الشبح على الكرسي لساعات طويلة، التحقيق بالليل أيضا يبلش معك جولات التحقيق بالليل إنه أنت ساعات نومك، فهيك بتدخلي هيك بزي هلوسة يعني، فببلش التحقيق بجولات الليل، يعني ببلش الساعة 11 بالليل للصبح يعني، فهي كثير كانت جولات التحقيق مرهقة، خاصة أول أيام التحقيق يعني، كانت دائما المزقان يكون شغال على البارد صراحة، هذا الإشي يعني بيأثر على العظم وبيأثر على الجسم الإنساني. عدا عن ذلك أيضا الضوء الأصفر اللي بيضل ضوي 24 ساعة، الحنفية اللي بتنكت، التعذيب النفسي هذا، طبعا هي ظروف البوسطة أكيد لا شك إنها صعبة يعني، برضه سواء إنه بالتنقل بيخضوا الواحد في البوسطة، سواء المزقان اللي بيكون شغال، ما بتقدريش تاخذي نفس، بتحسي عن جد هي عبارة عن جنازة حديدية صراحة. خطيبي أسير أحمد عزام برضه بوجه له التحيات والأشواق، هو في سجن النقب محكوم 5 سنين و8 أشهر، أيضا هو تعرض لتحقيق قاسي وتعرض لظروف اعتقال قاسية، إلا الحمد لله يعني تجاوز هاي المحنة، يعني الحمد لله على كل حال، إن شاء الله ربنا بفرج كربه لجميع الأسيرات والأسرى إن شاء الله. أكيد يعني شعوري لما كنت أقرأ رسائل أحمد كانت برضو ضمأ يعني تروي ضمأ روحي، يعني كانت صراحة تنتشلني من كل شيء، يعني رغم كل الأحداث، يعني إنها إنه يعني زي وردة حانية بتيجي في ظل الظروف وفي غمرة الأحداث يعني أكيد. طبعا هو كان خير معين وسند متين في تجربتي في الاعتقال، برضه كان يعني له يعني سبحان الله دائما يعني ربنا بيبعث أشخاص بخفف غربة الشخص يعني، فأحمد أكيد من الأشخاص اللي كان هو السرد دائما لإلي، كان هو الجبل الشامخ دائما واقف معي وراي وجنبي وقدامي، فالحمد لله على أحمد يعني أكيد هو نعمة برضه يجب الشكر ربنا يعني نشكر ربنا عليها. فقدت والدتي بال 2012 قبل اعتقالي بخمس سنين يعني الله يرحمها، إلا أنه برضه كان الإشي صعب كثير علي، يعني أنه مثلا أفتقد زيارتها أكيد، أفتقد وجودها مثلا، لكن الحمد لله طيفها وروحها ودعائها وكله كان يظلني يعني يعني كغيمة سماوية تحجب عني كل أذى يعني. أصعب ثلاث مواقف صراحة لما أن يعني نقلت صراحة خبر وفاة لأسيرات، اللي هي أول إشي يعني اللي هو خبر وفاة أخت الأسيرة ابتسام موسى من غزة، توفت بمرض السرطان الله يرحمها، كان صعب برضو الإشي لما إجت من المحامية وخبرتها، وطبعا برضو خبر استشهاد أشرف نعال ولما اختلوه الله يرحمه، لما حكيت لخالتهم أشرف نعال وبرضو عن اغتيال أشرف، وخبر وفاة والدة الأسيرة أزهار قاسم يعني آخر إشي، إنه برضو نفس الإشي صراحة الكل يعني اتردد مين بده يخبرها، ف يعني صراحه لان انا بعرف وجع فقد الام، فقلت لهم انا بدي اخبر ازهار يعني لانه الوجع اكيد صعب يعني. واقع الاسيرات في ظل جائحه كورونا، في ظل انقطاع الزيارات، انقطاع التواصل مع الاهالي، انقطاع المحامين، اكيد صعب يعني، انه بالنهايه الواحد بشوق لرؤيه اهله، بشوق لسماع صوت اطفاله، لرؤيه اطفاله يعني. أي نعم استأنف الزيارات، إلا إنه مش الكل أخذ الزيارات يعني. تتراوح أحكام الأسيرات يعني في عدد لا بأس به من الأسيرات المحكومات حكم عالي، في يعني محكومات 7 سنين، 8 سنين ونص، 9 سنين ونص، 10 سنين، في أسيرات 15 سنة.